بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء المشي في واد الحملي سعدت أن ألتقي بأحد الأخوة الكرام. اسم الكريم راشد سيف سعيد. من أين الأخ راشد؟ من فريق وادي القنوت للمشي والاستكشاف. ممكن تعطيني نبذة عن وادي القنوت؟ طبعا وادي القنوت تحت أودية ولاية الخابورة، يبعد عن مركز الولاية تقريبا 30 كيلومتر. ما شاء الله. لكن الطريق مش معدل، طريق ترابي. بإيش تتميز البلاد؟ تتميز بأشجار النخيل، القلاع والحصون وبيوت أثرية قديمة. جميل. من خلال مشاركتك في هذا البرنامج، لماذا وجدت يتميز؟ برنامج المشي يتميز بعدة ميزات، منها التعارف بين الأخوة في الفراق المشي من مختلف الولايات. جميل. رسالة أيوة تفضل. النقطة الثانية أيضا رياضة المشي رياضة صحية، المشي شيء صحي. نعم. على كل يعني إنسان يبذل طاقة في هذا الشأن. رسالة تحب أن توجهها للآخرين؟ والله رسالتي هو تشجيع على رياضة المشي باستمرار دون قطع. جميل. لأن أعتقد من الأمراض، وثاني شيء يعني خلي الإنسان بحيوية دائما. نعم صدقت. جزاك الله خير، سعدت بالحديث إليك. بارك الله فيك.